معلش والله ما اشتغلش، ما جاش ولا الصورة ولا ال اهو. بص مش انا ما بعرفش في ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولاد عاملين ايه؟ طيب مفيش حد رافع ايده؟ مين هيبتدي معايا؟ الناس معايا؟ محدش رافع ايده لسه. هو ليه بس الحاجة دي باين مش باينة قوي؟ يا مس ميادة، هو دول ليه تقريبا هم في الروم؟ معلش ميتنج روم. بصي دول كلهم، بصي معمولين ازاي؟ مخفيين. حتى انا هم قلت لهم انفنت كده كده، ده ملوش علاقة بالبرنامج. هو كده ما حدش شغال معايا. حاولتي صور؟ مش كده خلاص ما هنبدأ أدمت. اوكي كده الناس معايا سامعاني؟ ايوه كده اشتغل كده تمام. ايوه كده بقى الايدين مرفوع. يوسف، محمد، سامعين الكميس كويس؟ ايوه الدنيا كده تمام وانا سامعك كده كويس. معلش يا جماعه، ايوه افتح بس على الناس. انا هبص كل اللي رافع ايده هفتح. اوكي مين تاني رفع ايده؟ يا اظن يا جماعة في ناس بدوس على ان ارفع ايديهم ما بيفتحش عندهم، فعذرا يعني. سامعيني كويس يا ميس؟ انا بفتح بس على الناس اللي رافعة ايديها اهي. اوكي طيب هنكمل تاني مراجعتنا النهاردة. معاك كويس يا ميس؟ اوكي احنا امبارح يا جماعة انا نزلت لكم الشيت حوالي كام اهو سؤال، 89 سؤال جغرافيا و انا طبعته يا ميس. طبعتيه؟ طب تمام. انا كل يوم انا احمد. انا ماشي يا احمد، انا كل يوم هنزل لكم يا اولاد شيتات جديده، كل يوم هقعد اكتب لكم كل الاسئله اللي ممكن تيجي اختار وانزلها لكم. هنبتدي بالتاريخ، هبتدي بالتاريخ، نبتدي اهو من اول هنا ده. تمام نقول بسم الله، اختار برضو الإجابة الصحيحة من بين القوسين. على فكرة ممكن يا جماعة نمسك كتاب الامتحان وكل الأسئلة اللي هي اختر أو صح وغلط نبقى نشيك عليها في الامتحانات اللي ورا. أنا قلت لكم ما نحلش امتحانات كتير عشان ما تضيعش وقتنا، بس ممكن نبقى نختار منها الأسئلة ديت اللي بتحتاج كلمة واحدة أو صح وغلط أو اختر. تمام. فبنقول دلوقتي في عام 3350 قبل الميلاد نجح الإنسان في معرفة الكتابة. تمام كده. كان نعم. طيب النمحات الناس رفع الأول. ايديها؟ النمحات الأول. استنيش في ناس بس رفع ايديها، افتح مع يخشوا معانا. انا فاتحه على الكل بس يسمع عنده هيصه ان الميكروفون بتاعه بدأ يعمل صوت معانا مزعج يبقى يا ريت يقفل من عنده. انا كل الناس رفع ايديها عشان كل يشارك معايا. مش هو الامتحان هيبقى في الخريطة؟ لا يا حبيبتي هو الامتحان اختر بس. ايه شكرا. تمام صح وغلط ولا اكمل؟ لا هو كل الكلام اللي جانا لغاية دلوقتي احنا مش هنحط الامتحان مش في المدرسة ولا في اي مادة. الامتحان جاي من بره من الادارة. وانا كده فاتحة كده مش شايفة حد تاني رافع ايده اهو اهو.
مش ربعي. مستر بواي كم سؤال؟ 5. بس ما نستهونش بالأمر برضو. 5 2 3. خلي بالك السؤال هيبقى ب10 أو 8. فنخلي بالنا، دي مشكلة. أيوة المشكلة هيبقى، بص يا ميس، هم مسهلين علينا ومصعبين علينا في نفس الوقت. فعلا لو غلطت إن شاء الله لا هي كل حاجة، بس الفكرة ما نستهونش أي حاجة، لو مهما كانت صغيرة نستهون بيها هتروح مننا. طيب نرجع تاني نتكلم. أنا فتحت جميع الناس كلها اللي أقدر اللي قدرت عليه يعني. شوية وأعمل كده تاني. نقول بسم الله في عام 3000. في عام قبلها ماشي كان الملك نقط وزنا لاخر ملوك الاسره ال 11 وقعدنا حتى الاول حتى الاول. قامت الملكه يا حضر. لا يا حضر يا حضر. تمام محدش يسبقني يا كمان لو سمحتوا، اكمل السؤال لاخره لو سمحتوا. صوت ايوه كده، مش عايزه صوت خالص، ولو سمحت اخلص السؤال لاخره ونقول الاجابه مره واحده. تمام كانت الملكه نقط، قامت الملكه نقط بدور كانت الارض الهكسوس من مصر. يا حطب يا حطب ام احمد يا حطب. تمام كانت مدينه نقط، انا بس عايزه احط كده تحت اسيتا تاو. كانت مدينه نقط عاصمه الدوله الوسطى. لو انا قلت عاصمه مصر في الدوله القديمه هتبقى طيبه. طب انا لو قلت عاصمه مصر في الدوله الحديثه طيبه. لا طيبه تاني يا جماعه عشان انتوا بتلخبطوا. ماشي راح طيبه نقول من الاول تاني. دلوقتي لو انا قلت يا جماعه عاصمه مصر في الدوله هتبقى منف. منف عاصمة مصر في الدولة الوسطى تبقى أسيتا تاو. عاصمة أسيتاو تبقى طيبة. يبقى منف أسيتا تاو طيبة. نجح الملك إبسماتيك الأول في ضرب الأشوريين. فعلا إبسماتيك ده كان في العصر المتأخر، وإبسماتيك وهو ابنه هو وابنه نخاو بيمثلوا عصر النهضة في العصر المتأخر. إبسماتيك طرد الأشوريين من مصر وأسس الأسرة الستة وعشرين. ستة وعشرين في عام 20 قبل الميلاد أعلن نفسه على مصر على ملكا على مصر. النمحات الأول. نجح اهتم الملك مين بشؤون الري فأقام سد اللاهون عند مدخل الفيوم. النمحات الثالث. النمحات الثالث. شكرا. النمحات الثالث هو مؤسس هو مؤسس الثانية عشر، وعمل أربع حاجات نراجعهم مع بعض. مقياس النيل، سد اللاهون، مقياس النيل، سد اللاهون، قصر الهرم، قصر معبد اللبراند او قصر التي و قامت الملكه مين قلناها دي كده متعاده معلش يا حطب. تمام يا حطب. ودي طبعا قلنا اسيتا ايه تاو تاو انا عدتهم تاني. نجح قلنا الاشو الأشوريين. شيد المصري القديم منزله من طوب اللبن. طوب اللبن. طوب اللبن. اللبن. برافو. طوب اللبن. كانت عاصمة الهكسوس في مصر هي أواريس. برافو عليك. أواريس. برافو. صنع المصري القديم نعله. نعله يعني حذاءه من الجلد. من الجلد. من الجلد. مين شاطر؟ انا. اي انت مين؟ الجلد. انا قلت عمر خالد. عمر خالد. برافو يا عمر. من الجلد يا جماعه نعله والغطاء بتاع الوسائد ده من الجلد. اطلق لقب ملك الارضين على الملك
مينا. صح كده مينا يا جماعة. مينا. برافو برافو عليكم الملك مينا. طيب قسم مصر القديم السنة الزراعية إلى كم فصل؟ ثلاث فصول. وقسم يا جماعة أربع فصول. نخلي بالنا احنا خدناها في الجغرافيا وخدناها في التاريخ. انا خدتها في الجغرافيا اربع فصول، خريف ربيع صيف شتاء. في الجغرافيا، في الجغرافيا عندي اربع فصول على حسب المناخ، انما التاريخ على الكلام المصري القديم انه قسم الى ثلاث فصول على حسب السنه الزراعيه، فصل الفيضان وبذر البذور والحصاد. اقدم الصناعات في مصر القديمه هي صناعه الحجرية. انتصر الملك تحتمس الثالث على الأمير قادش في معركة مجدو. طيب لو قلت انتصر الملك رمسيس الثاني على الحسين في معركة قادش. كويس، واخدين بالكم الفرق؟ كويس. نقول تاني، انتصر الملك تحتمس الثالث على الأمير قادش في معركة مجدو. مجدو. نقل الملك ابن محات الأول عاصمة ملكه إلى مدينة أستاو. طبعا كان حكام الأقاليم يخضعون لإشراف الوزير. الوزير. طب لو قلت كان حكام الأقاليم يعينون بواسطة الملك. تمام. طب سبق مين في الظهور في الحياة السياسية في مصر قبل الملك؟ حكام الأقاليم. يبقى نفهم التركة ديت. أنا عندي حكام الأقاليم، حكام الأقاليم بيشرف عليهم الوزير، الوزير اللي هو بيعاون الملك وبيرأس الحكومة المركزية وبيشرف على حكام الأقاليم. بس اللي بيعين الناس دول وكبار رجال الدولة سواء حكام أقاليم أو رؤساء الإدارات الملك. بس في الظهور في الحياة السياسية كان أول عندي حكام الأقاليم، ثم لما بقت مصر دولة موحدة وبقى فيها ملك بقى هو اللي يسيطر ويعين حكام الأقاليم. تمام، هقولها تاني يا جماعة، مفهوم النقطة؟ ماشي. تمام، يبقى احنا نختار ايه معلش؟ لا شكرا. الوزير. تمام. يطلق على عصر الاسرتين الاولى والثانيه. العصر العتيق. عصر بناء الاهرامات. لا غلط. العصر العتيق. لو انا شلت بناء الاهرامات ده من الثالثة للستة. بص وقلت كده فعلا من ثلاثة لستة، هتقول لي لأي دولة؟ بناء الاهرام. بنات الأهرامات. لو أنا غيرتها من بقت 11 و 12 دولة الوسطى. فكل يا جماعة دي ممكن تيجي يا جماعة، دي مش أرقام، دي أسامي أسر. هي أسرتي اسمها الثالثة الرابعة الخامسة السابعة، دي مش أرقام، دي ممكن تجينا. فأرجعها لكم تاني، الأولى والثانية عصر عتيق، من ثلاثة لستة دولة قديمة، من سبعة لعشرة اتمحلال أول، اتناشر تبقى الدولة الوسطى، من تلتاشر لسبعتاشر الاتمحلال الثاني، تلتاشر لعشرين الدولة الحديثة. ماشي، من 21 ل 30 العصر المتأخر. إنما سؤالي ده إجابته العصر العتيق. كان نقط صاحب السلطة المطلقة في مصر، ابن الإله الفرعون. السلطات ابن الإله على الأرض، فده طبعا الفرعون. طب لو أنا قلت، عشان أنا مش شايفة السؤال ده حابة أكتبه برضه في الشتين اللي جاي، وظيفة كنا ننظر إليها تقدير واحترام، الكاتب. وظيفة من اختصاصها حفظ الأمن والأمان وتخزين الغلال، حكام الأقاليم. وظيفة من اختصاصها الإشراف على حكام الأقاليم، الوزير. برافو. وزير. برافو.
نادى إخناتون بعبادة الإله؟ أتون 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 أتون. طب ركزوا بقى، طب ركزوا معايا بقى. إله الدولة القديمة؟ رع طيبة. لا رع 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 مين اللي قال رع؟ هموته. رع. مين اللي قال الدولة الوسطى؟ إله الدولة الوسطى؟ أوزوريس. أوزوريس كان إله حاجة تانية؟ إله الموتى. إله الموتى. إله الدولة الوسطى؟ ورئيس محكمة الموتى. برافو. الدولة الحديثة؟ آمون. 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 يبقى آمون. زي ما كنا بنقعد نقولها في فصل، رع أوزوريس آمون، قديمة وسطى حديثة، رع أوزوريس آمون، قديمة وسطى حديثة، رع أوزوريس آمون. برافو. وإله الصدق والحق. أماع. 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 إله إخناتون بقى. أخي ده أتون. أتون. يبقى أنا كده عندي خمسة. يبقى أنا صح يا أولاد كده رجعوا معي خمسة. أتون. رع أوزوريس. أتون. ماع. وماعت. صح. خمسة بس. أيوة. تمام. أخذ المصريين العجلات الحربية مين؟ الهكسوس. تمثال أبو الهول يرتبط بالملك؟ خفرع. خفرع. تمام. سكن المصري سكن المصري في عصر الحجر القديم؟ كهوف. شجعت الملكة يا حوتب برضو مش عارفة لما قررنا معك أو لا. طيب كده كان الجغرافيا. أنا سوري التاريخ. في قبل ما أخرج بس من التاريخ عايز أراجع حاجة، اكتبوها كده معايا كده اللي هي العواصم. احنا قلنا قبل ما نخرج على الجغرافيا في ورقه الكتابك يا جماعه، لو انا اديكم اي كومنتات كده اكتبوها لي. انا خدت خمس الهه. تمام. طب بالنسبه للعواصم انا دلوقتي عندي اول عاصمه مصر تكتبها اسمها ايه؟ من. لا من في الدوله القديمه. لا يا جماعه اول عاصمه للدوله الحاده من فين الشلاله؟ هليوبلس. 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 اسمك ايه؟ اول واحد قال لي ام كان مين؟ انا رهف. انا رهف. انا قلت هليوبلس. هي اسمها عندنا اون. او هي اون هليوبلس بس عشان هو اكيد لك في كتاب على كده هليوبلس حاليا. هليوب. لا 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 هي زمان كان اسمها عين شمس. هليوبلس هي عين شمس حاليا. اه حاليا عين شمس، انما هي زمان اسمها هليوبلس بس هو كان بالك في كتاب ايه اون هليوبلس فهي اكد لي على كلمه اون. طيب عاصمه مملكه الشمال؟ طيبة. لا 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 نخب. نخب. بوتو. 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 أو بوتو. عبد الرحمن. عبد الرحمن. برافو يا عبد الرحمن. عاصمة مملكة الجنوب؟ نخب. عاصمة مينا؟ طيبة. منفخ. منف. هتركزوا ولا هضربكوا؟ منف. منف. ها من. ماشي. عاصمة الدولة الوسطى؟ عاصمة الدولة الوسطى هليوبلس. أستاوي. 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 عاصمة الدولة الحديثة؟ طيبة. من. طيبة. 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 عاصمة اللهم صل عليك يا سيدي يا محمد. عاصمة ايه؟ استنى نسيتوني. اه عاصمة الهكسوس. أوريس. عاصمة إخناتون. أوريس. عاصمة الهكسوس. أتون. أتون. سبعة يا جماعة. سبعة يا شباب يلي بتسمعوني. سبعة عواصم خدناها. أنا هرجعها لوحدي. عاصمة الوحدة الأولى أون. عاصمة الشمال بوتو. عاصمة الجنوب نغب. عاصمة مينا أو الدولة القديمة منف. عاصمة الدولة الوسطى أسيتا تاو. عاصمة الدولة الحديثة طيبة. عاصمة الهكسوس أواريس. عاصمة اللهم صل وبارك عليك يا سيدي يا محمد. عاصمة إخناتون أخيتاتون. سبع عواصم. أنا عندي خمس آلهة وسبع عواصم يا جماعة اكتبوها كده على جنب. هو الشد احنا رجعنا امبارح حليناه امبارح بس هنحله تاني عشان يبقى كده خلصت الورق ده ما رجعلوش تاني والنهارده اعمل لكم ورق جديد. في حد كده في ويوم 21 ديسمبر. طب افتح بس على الناس. ماشي. طب ثانيه واحده.
في ناس مش عارفة ليه في حاجة اسمها رومي النهاردة ليه كده، أنا فاتحة على الكل. مش كلنا يا ميس. والله أنا فتحت أهو كله، أهو يا جماعة عمال أفتح. أصل في ناس بيعملوا ستي ميوت. ستي ميوت أو إيه؟ محمد هيثم مش فاتح ولا نور حاتم. طب بص أهو اللي رافع إيده أهو. أنا ماشية من الأول أهو. ميس ما تعملي أن ميوت أول من عندك، علشان نفرض في حد اللي مش رافع ايده ما عندوش عنده صوت عالي او ميكروفون وحش هيقعد يزعجنا بس، يبقى يقفله من عنده. مش عارف هيبقى دوش اهو. انا بشوف الناس اللي رافعه ايديها احسن. بكره يا جماعه اجيب لكم اسئله تانية جديده، واللي عنده اي سؤال من هنا لبكره يحضره لي، ولو عملت اي شادات جديده انا كده فتحت، حاولت افتح اهو على الناس كلها اهو كده الاخر. في لسه كتير يا ميس رافعين ايديهم وحضرتك ما فتحتيش. عملت ميوت من غير ما اقصد يا ميس، معلش. والله مش مشكله، بس عماله اهو والله افتح الناس كلها يا جماعه. طيب عشان او في مين تاني؟ في رهف معتز احمد. انا مش بقرا حتى الاسم والله يا جماعه، انا عماله كل اللي رافع ايده بروح عنده اعمله اسك. ميسو احمد عبد المجيد. ده في ناس برضو اللي انا خالد وملك احمد جمال. عذرا بقى يا جماعه والله للي ما فتحتش عليهم، انا حاولت اعمل على كل الناس يعني، هو برضو سعيد. طيب عشان التايم بس قلنا 21 ديسمبر فصل ايه في مصر؟ الشتاء. طيب تمام. اسرع يا جماعه، ابعد الكواكب المجموعه الشمسيه. نبتون. نبتون. الاتيه من الثروات المائيه ما عدا الاخشاب. الاخشاب. انا عايزه مش الاتيه من الكواكب الداخليه ما عدا نبتون. نبتون. ماشي. اكسام غازيه تظهر في السماء شكل سحاب من الغبار. اشد الكواكب حراره. عطارد. عطارد. تمام يا حبايبي. اصغر اصغر قارات العالم. روليا. روليا. روبا. روليا. روليا. اصغر الكواكب المجموعه الشمسيه. عطارد. عطارد. أطلق على المرحلة الأولى. ميس أنا عندي سؤال. قولي يا حبيبتي. ميس ممكن سؤال بس هو إيه اللي جنب بحر التسلسل؟ واحد اسمه أحمد عبد المجيد عايز حضرتك تفتحي له المايك. فين أحمد؟ ليس المرحلة الأولى بنجايا واتقسمت بعد كده لروسيا وجنوبها. يعني اسمه الشريف كمان. أنا كده مش لاقية كلمة أحمد عبد المجيد. ميس هو إيه أحمد عبد المجيد في الأول؟ في الأول خالص بعد محمد هيثم. أنتوا شايفين بيعيط؟ أنا شايفه تحت اللي هو محمد حاتم. هيثم. اهو فتحت اهو تحت محمد. نعم ميس شكرا. ايوه العفو يا حبيبي. والله يا جماعه ما حد يزعل مني، انا بفتح ورا الناس كلها والله يعني. بس هو معظم الناس فتحت علي وقفلتي علي يا شيخ. انا اسفه. والله انا اسفه، معلش ده انا وحشه قوي. انا بقى مش لاقيه تاني اهو. في اسك اهو في لانا. لانا اهو عملت لها والله لسه عامله لها لانا. اوكي طب نكمل بقى عشان نلحق. في عمر احمد. عمر امجد. نلحق عشان بس نكمل عشان التايم. اوكي ميس انا عندي سؤال. امرني. ميس المرحله الاولى كانت بنجاية واتقسمت بعد كده لوريسيا وجوندوانا. برافو. بينهم بحر تيسيس. ميس هو ايه اللي جنب بحر تيسيس؟ يعني ايه اللي جنب بحر تيسيس؟ معرفش، ما كان جاي قبل كده. طب ممكن تبعتولي على الخاص؟
طب ماشي ماشي. بحر تشيش ده كان بيفصل ما فيش حاجه اسمها ايه جنب بحر تشيش وبنتوان. في صوت يا شباب. هو كل القصه ان هي بنجاي انقسمت لجزئين، لوراسيا في الشمال وجندوانا في الجنوب، بينهما بحر تشيش، ثم اخذت بالتباعد والانقسامات والتباعد الى ان وصلت الى شكلها الحالي. نكمل. اقرب الكواكب الشمسيه كوكب عطارد. كوكب عطارد. طب في حد صوته صعب قوي عنده اقل النجوم حراره؟ احمر. ابيض. احمر. تتكون النجوم من مواد غازيه. تتم دوره الارض خلال كم يوم؟ 365 يوم وربع. تجمعات من النجوم خلال الاشكال والاحجام. اسرع يا شباب. تحدث ظاهرة تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول المحور. تدور إيه حول الشمس مدارات بحدوية؟ كواكب. 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 على فكرة إحنا بشر والبشر خطائين، فلو حاجه جات لك في الامتحان فيها خطا او انت شاكك فيها اطلب يا جماعه، احنا عايزين مدرس الماده وفي حاجه خطا كتير انتوا اللي صح. ماشي. تدور الارض نفس تدور الارض نفسها حول نفسها امام الشمس 24 ساعه. تدور الاقمار حول الكواكب. تدور الكواكب حول الشمس في مدارات بيضاوية. المفروض يقع قبال القلب في آسيا. أوروبا. 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 القلب في أوروبا. متأكد على إيه؟ روح ذاكر. بليتوا البلد. ذاكروا شو أسيا. تقع قارة إيه بكامل في نص الكرة الجنوبي؟ أستراليا. من بعيد ده أستراليا. أصلا بعيدة أوي أستراليا صح. تقع قارة إيه بكامل في نص الكرة الغربي؟ غربي. آسيا. آسيا. أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية؟ آسيا ده بوم. أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية. آسيا. آسيا. أنت جاب الشام أنا. هنهرج. تقع. مريت البلد ربنا يسامحك. 10 درجات هنهرج. درجات المذيع. لا ده أنا. نجاحك هو نجاح. تقع هضبة التبت في القارة آسيا. يا مرة انت وفرت. كان حارس الرياح ايه؟ يمين. 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 حارس الرياح جنوب خط الاستواء. اليسار. 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 بنفتح عليك يا ابني. يمين. انا يا ميس. كلكم يا رب تنجحوا. وجيبوا لي شوكولاتة. احنا لما بنكبر في حد هنا في حاجه غلط. في حد بيلعب. شفتوا بقى في حد بيلعب ايه؟ في حاجه مش عارفه انا في حاجه حصل زي امبارح بلاقي حد ايه اللي حصل. طب نهدى بقى كده نقول بسم الله تاني. نهدى. تنحرف الرياح يمين تجاهها في نص الكره شمالي. برافو شمالي. احسن احسن وحوش. تنشأ أسود من انفجار نجوم. النجوم. ماشي. توجد النجوم في تجمعات تعرف بيه مجرات. تقريبا كده بقى اللي ما حللناهوش امبارح. توجد حلقات توجد حلقات حلزونيه. برافو. احسن احسن اولى اعدادي. ثاني قارات الاحلام من حيث المساحه. قاره افريقيا. افريقيا. جبال ايه تقع في قاره امريكا الجنوبيه؟ الانديز. جسم فضائي وحيد يصل الى الارض. النايزك. طب لو قال لي النايزك هتبقى غلط؟ لا 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 هي لا. ايه الذكاء ده؟ سهول فضائي النيل. سهول فضائي. فضائي. برافو. ايوه هما اتنين بس اللي جابوا. شهب ضوئية. الباقي ما بيجيش صح ليه؟ لانا فينجر. الباقي يجاوب معايا. صح.
شباب الشعب عبارة عن سهام ضوئية. برافو رهف. صاحب النظرية فيجنر. برافو. الظاهرة اللي الجبل التلال. التلال أحسن. من البحيرات العذبة بحيرة العذبة. ثانية واحدة بس عشان بس يهنك ساعد معي. من البحيرات العذبة في مصر سد العالي. سد العالي. كلها جاوب صح. من ما نستهونش ان هم خمس أسئلة نذاكر ونصحصح. من الكواكب اللي بتتابع بيها الجاذبية عبر طارق مريخ طارق. انا مستنية مشتري مريخ مشتري. المشتري هو اكبر جاذبية. مشتري عشان اقوى. المريخ الاجابة المشتري. من الجبال من البحار الخارجية بحر السين. هو عمل بحر الاسود بيمس تعلم عليه. بحر السين يا شباب. من أمثلة الجبال البركانية جبل كينيا. جبل كينيا صح. هو ايه ده جبل كينيا؟ جسم فضائي وحيد. مجرة الحلزوني. الحلزوني على هيئة أسهم ضوئية. شهب. الكوكب الذي زحل. الكوكب الذي يعرف بالأحمر. المريخ. المريخ. تدور الكواكب أسرع عشان عايزة خلاص الورق ده النهاردة هتخرج أكيد بكرة. تدور الكواكب مدارات. مدارات بيضاوية. إزاي سرعة دوران الأرض كلما اقتربت من الشمس. المريخ ب كوكب الأحمر. الأحمر المريخ. مشترك. أكبر الكواكب الكوكب الأرض. بسم الله اهدوا بقى كده. حرارتها. صلى الله على النبي محمد. اللهم صل وبارك عليك يا سيدي يا محمد. اهدوا كده بالراحة نقول بسم الله. هناك علاقة بين ألوان النجوم و حرارتها. يطلق اسم كوكب المائي على كوكب الأرض. الأرض. تمام. المسافة بين كل خط والتاني أربع دقايق. من الشرق وغروبها من الغرب نتيجة لدوران حول محورة. نفسها في حاجة هنا غلط. لا مفيش حاجة غلط. لا السؤال صح. حول نفسها بس القمر. لا هركز السؤال ده. شروق الشمس من الشرق للغرب نتيجة دوران الأرض حول نفسها أو محورها بس ما فيش إجابة تانية صح. الجاذبية على إيه؟ القمر. جبال إيه في أوروبا؟ القلب. في يوم 21 ديسمبر شتاء. أصغر القارات أستراليا. أجسام فضائية بتصل الأرض نيزك. كان فوق نيزك. يدور حول زحل. زحل. اطلق تتكرر يا ميس. طب 74 كوكب ايه هو الماسة الزرقاء؟ نبتون. اخر واحد المغلق. اورانوس. بحر قزوين المغلق. بحر المغلق. إذا اتجه شرقا. تسقط الأوراق في فصل خريف. ما كل ده هذا صغير هذا فتحة الناس كلها.
ثواني بس يا ولاد معايا. ما يسمع في الصوت. الصحابة وفروق الحسين وغيره. مساء ثانية واحدة. المس أخذ المايك. أنا معاك أهو. معاش حيكون أخر سؤال كان إيه؟ آخر سؤال كان إيه؟ لا تحت تحت يا ولاد. اخر سؤال كان تحت. تحت عن كده اسكت حل من بحيرات العزم. اسكت الاوراق. اسكت الاوراق ماشي. طيب بص يا شباب، من البحيرات العزم في مصر قلنا بحيره السد العالي. السد العالي بحيره السد العالي 79 الظاهره التي تشبه الجبل ولكن الجبل جسم الفضاء الوحيد اللي بيصل. قلنا كذا مره مش مشكله. لا مجره الدبانه من النوع حلزوني. حلزوني حلزوني حلزوني. يا جماعه الجهاز بيعيا، ثواني بس انا معاكم بس الجهاز بيهنج معايا مش عارفه ليه، يطلع وينزل لوحده كده. في الاسئله راحت فين؟ الاسئله تحت خالص. لا ده حد حد لعب في الاسئله، حد لعب في الاسئله. حضرتك كده طلعتي خلاص خلاص انا رجعت كده. ثانيه واحده اهدى معايا خلاص. ايوه بالظبط. ومن 81 مفيش عندي بجد مجره مجره حلزون. الثاني حلزون. حلزون ايه قلناها قبل كده. الكواكب اللي بتدور حولها حلقات قلناها. الكوكب الاحمر